السلام عليكم، يلا نبلش حل أسئلة على هذا الموضوع. يقول لي example كذا، ما ليش باسمه، figure 3.7. هذا الفيجر 3.7 shows a circular plate، يعني صفيحة أسطوانية، تمام؟ يعني بدك تأخذ مساحة الدائرة الاي اكس اكس للدائرة، ترجع لورا وتأخذهم منهم، ترجع لورا بهاي الدائرة اي قوة 4 على 4، تمام. ليه الديميتر 1.2؟ الديميتر لها 1.2، حكي لك بالنص وهي بالرسم مبيني معك، قطر كامل 1.2. such that the center of the plate is 2.5 متر to the free surface، يعني هذا سطح المي، لك سنتر الصفيحة اللي هو G هو موجود على مسافة 2.5، تمام؟ تعطيك سنتر الصفيحة جاهز. العادة انت لا، ممكن انت اللي تعطيك سنتر الصفيحة، ركز حسب السؤال. ثرمان the total pressure in the plate position of the center of pressure، اكيد المي انا عندي الضغط هنا عالي، هنا على شوي، هنا على شوي، ففي مسافة السنترين. شو بعمل انا؟ اول شي بحكي الفورس اوف بريشر جاما اتش ساين ثيتا، بس ساين ثيتا رح يعطيني واحد لانه الزاوية صفر، تمام؟ افق، ما يكون افق جاما في اتش، الضغط من هون لهون مش تعلمناه جاما 9810، الاتش هي 2.5 جاما لسنتر الصفيحة، بس الله 2.4525 باسكال، المعالف عشان يصير بالكيلو باسكال. الثاني طالب the position of center of pressure، هم يعطيني التوتال بريشر وذا بليت، بده البريشر بدي اياه كفورس، طبعا بالامتحان راح تعرف اذا بدي اياه كفورس ولا كبريشر. بدي اياه كفورس بتكون وحده كيلو نيوتن او نيوتن او ميجا نيوتن، بده اياه بريشر بتكون باسكال كيلو باسكال نيوتن على متر مربع وهكذا، تمام. بدي اياه كفورس، البريشر اللي طلعته 24.5 مضروب في الاريا، كم مساحه الدائره؟ اي على 4 ديميتر تربيع 1.2 تربيع، او كي باي ار تربيع، كم نصف القطر؟ 6. تختار هذا بريحك، تمام. الثاني بده البوزيشن اوف ذا سنتر اوف بريشر، بده مركز صفيحه. شو بعمل انا؟ المركز هو عباره عن واي سي بي يساوي واي بار و2.5 جاهز زائد اي 6 واي بار ثاني اي بار 2.5 زائد اي اكس اكس باي 4 ار قوة 4، الار كم؟ 0.6 قوة 4، الواي 2.5، الاريا باي ار تربيع، بدك اياه يا بكل يا في القطر يا بكل، تمام. شوف شو الفرق بين الحلين هون، اريا باي 4 في ديميتر، إذا بدك إياها بدلالة ديميتر تحكي أريا، تحكي إنها باي تربيع، تحكي إنها باي 4 تربيع، أنا ما بحفظك، بتقدر تشتقها يساوي 2 آر وخلص. ممكن تحكي الـ IXX عبارة عن باي 4 في آر قوة 4، تقدر تحكي إذا عوضت الـ R دي على 2 تطلع معك باي على 64 دي قوة 4. شفت بالدقية بالفيديوهات تعمل هذا القانون أو هذا أو هذا أو هذا، تحكي خطأ قانون. نشوف أنا بالفيديو لما حليته على نصف القطر 6.6، توصيل تلاقيني حاله على الديميتر. ليش حاله على الديميتر؟ لما طني ديميتر ليش أقسم وغلب حالي؟ فيديوهات طلع حاله بدلالة حاله هون بدلالة راديوس، تمام. أنا هون صدفة صراحة، هي ديميتر. إذا بدك تحل على الديميتر تحط 64، تمام. لاحظ انه طلع معي الـ YCB 2.536، قديش طلع عندي الـ Y الـ Y بار 2.5، اكيد انا قلت لك دائما طبعا هيك بتأكد من حلك، دائما الـ YCB اسفل الـ Y مسافة صغيرة اللي هي 0.36، تمام. 0.36 تمام. يلا السؤال الثاني، نفس الشيء بس ريكتانجلر بليت 3 متر لونج، ركز 3 متر لونج يعني طولها 3 ارتفاعها واحد، هيك هو حكي لي، يعني هي المفروض ممكن تحكي هاي 3 وهاي 1، لا هو اعطاك اياهم الرقمين. قول لي ان ووتر ان ساتش واي اس 3 متر سايز تو برر تو ذا بليت، تمام، اتس 1 متر بلو ات، كاتب النص لك على الرسمه.
لك البرشر نفس الشيء البوزيشن اوف سنتر. دائما انا بحسب البرشر سنتر البليت. انا البليت عندي وينها؟ ولا كايها. تمام، اذا البليت عندي هون ايش ارتفاعها؟ واحد. نصها نص، هاي المسافه من هون هون نص. انا دائما بحسب المسافه من الفري سيرفيس هي هاي، هو معطيني هاي واحد. بالتالي البرشر هو عباره عن جاما 3810 اتش. اتش كم؟ واحد ونص. اتمنى تكون وصلت، اتمنى تكون وصلت. بدي الفورس، الفورس بحكي البرشر طلع معي فوق 3110 واحد ونص. بالاريا كم الاريا؟ الاريا 3 في 1. تمام، هيك طلعت الفورس وهيك طلعت البرشر. دائما البرشر سنتر الصفيحه عن مستوى سطح الارض، تعلمناه بالفيديو السابق. اذا بدي السنتر اوف برشر واي سي بي، احكي هو عباره عن واي اللي هو 1.5 زائد اي اكس اكس هي 3 ضرب 1 تقريب 12 حفظ وبالقوانين فوق. الواي بار اللي هو 1.5 ضرب في الاريا، الاريا كم؟ 3 في 1، يعني 3 في 1 تقريبا 12 3 1 1. تمام، الفورس انا عندي هيك. تمام، اذا بدك تعمل مومنت حول هاي النقطة تعمل مومنت هيك، فشو المسافة الموازية؟ 1. هنا كان كعب 1. تمام، هنا كان كعب 1. يلاحظ 1.5 طلعت هاي 1.556. طلع معي برشر 310 في 1.5، من وين اجت ال 1.5؟ خليني احكي لك اياها. بحسب له سنتر الصفحة، الفورس في اريا، البرشر في اريا بيعطيني الفورس. تمام، هسه السؤال اللي بعده نفس الطريقة، بيقول لي circular opening يعني الدائرة، دائرة، لاحظ انه معطيك بدايتها ونهايتها 2.5، يعني الديميتر الها 2.5، وممكن هو حكي لك اياها بالسؤال، او تلاحظ معطيك اياها 2.5 بالسؤال. تمام، بيقول لي الفورس للديسك وبده التورك. تمام، خلي شغلة التورك على جنب، خلينا الفورس. الفورس بنحسب البرشر، البرشر هو جاما في اتش، الجاما 3810 والاتش ايش هي؟ المسافة من سطح السائل لسنتر الصفيحة، هاي 2.5، وين نصها؟ هون. تمام، نص 2.5 يعني نصف القطر، فبالتالي بتكون عبارة عندي عن ايش؟ هو معطيني اياها جاهزة 3.5، معطيني اياها جاهزة 3.5. تمام، معطيني اياها جاهزة هي، هون طلع 3.5. تمام، والفورس الرقم هذا اللي طلع معي في 3.5، الرقم اللي طلع معي مضروب في الاريا، الاريا كم؟ باي على 4 في ديميتر تربيع، أو باي آر تربيع، 1.25 تربيع. تمام، هيك طلعت الفورس، طلعت البرشر. الفريق الثاني بيقول لك بده التورك بحيث يصير متزن. طب وين بيكون الجسم متزن؟ دائما عند السنتر. طب أنا الفورس عندي فعليا وين؟ هون. تمام، شو بعمل؟ باخذ المومنت حواليه، باخذ المومنت حواليه بطلع لي التورك. فبالتالي شو التورك بده يكون عندي؟ التورك تساوي عبارة عن الفورس ضرب المسافة الصغيرة هاي، ضرب ديستنس. طيب شو المسافة هاي الصغيرة؟ المسافة الصغيرة هاي هي عبارة عن اللي فعليا اي اكس اكس لواي بار في الاريا. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ منطقيا انا هاي نرسم لك اي جسم. تمام، هاي السنتر للصفيحة، اينها شايف هاي اين سنتر الدائرة، وهنا البرشر عندي هون، هون الفورس اوف البرشر. فانا هاي المسافة كانت من هون لهون 3.5، أنا بدي أحسب، وهاي المسافة بدي أحسبها هسه. تمام، المسافة اللي بينهم اللي بتعمل تورك، المسافة حكينا عنها هي اي اكس اكس في واي في اي. تمام، الاي اكس اكس ايش؟ باي على 4 في ار قوة 4، الار كم؟ 1.25، 1.25. الواي بار كم؟ 3.5، والمساحة كم؟ باي على 4 في ديميتر تربيع، كم الديميتر؟ 2.5. بس هيو بي كذا والاريا كذا، طلعت الفورس. بدي الواي سي بي هو 3.5 زائد القيمه هاي 3.612، بقول لك المومنت اباوت السنتر هو قيمه الفورس 168 المسافه اللي بينهم. هاي المسافه ايش؟ 3.612 ناقص 3.5 يعني عباره نفس الاي اكس اكس
هاي نفسها عبارة عن اكس اكس بتطلع مع المومنت 18.81 كيلو نيوتن. تمام، يلا هسه نيجي للدرس المهم اللي هو المائل. كده شغل الفيديو في 10 دقايق، طب نوقف الفيديو ونعمل فيديو جديد.